خلونا نبدا معاكم من لوموند الفرنسيه اللي عملت لقاء مع وزير التعليم او وزيره التعليم الفرنسيه من اصل مغربي نجات بالقاسم، اللي نفت فيه ان هي اللي موجوده في الصوره اللي بيتم تداولها عربيا وعالميا وهي بترعى الاغنام وهي صغيره في المغرب. لوموند شرحت ازاي ممكن يتم ترويج الشائعه والصوره والكلام بانها بتخص وزيره التعليم الفرنسيه نجات بالقاسم، وقالوا انها من مواليد اكتوبر 77 في المغرب، وانها اشتغلت في منصب وزيره لحقوق المراه والناطقه الرسميه باسم الحكومه تحت رئاسه رئيس فرانسوا اولوند من 16 مايو 2012 ولحد ابريل 2014، وبعد كده في 2014 تم تعيينها وزيره التربيه الوطنيه والتعليم العالي والبحث في الحكومه الثانيه، وبتصبح اول امراه بتشغل هذا المنصب في تاريخ الجمهوريه، وعاملين يعني بايوجرافي عن الوزيره، والخلاصه انه الست اللي موجوده في الصوره دي اسمها فوزية، ملهاش علاقة خالص بالوزيرة، عندها 8 سنين، والصورة دي كانت منشورة في موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من 2006 مع صور أطفال تانيين. نروح بعد كده بقى للجارديان البريطانية اللي نشرت تقرير أكدت فيه أن تركيا في صدارة الدول الأسوأ في مجال حرية الإعلام والصحافة. الجريدة أشارت إلى أنه الحملة اللي بتعملها تركيا دلوقتي على الإعلام وعلى الصحافة بعد محاولة الانقلاب الفاشل في شهر يوليو اللي فات أسفرت عن إغلاق أكثر من 100 من وسائل الإعلام واعتقال 48 صحفي وإغلاق أكثر من 100 منبر إعلامي بتشمل 45 صحيفة و16 قناة تلفزيونية و3 وكالات أنباء و23 محطة راديو و15 مجلة و29 دار نشر، وكمان مذكرات اعتقال بحق أكثر من 100 صحفي، وده حسب تقديرات مستقلة. تم اعتقال 48 وتم فصل 2308 صحفي وإعلامي من وظائفهم بدعوى أنهم ليهم صلة بفتح الله جولن. أمال مين اللي لسه طيب فاضل في الإعلام التركي؟ مش عارفين، بس ده العهدة على جريدة الجارديان البريطانية. نروح بقى للإندبندنت البريطانية اللي ليها تقرير بتتكلم فيه عن القلق اللي عند بعض المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أن عيد الأضحى السنة دي هيتزامن مع ذكرى أحداث 11 سبتمبر 2001. الإندبندنت قالت أنه كمان ذكرى 11 سبتمبر جاية في وقت بيشهد فيه سباق الرئاسة الأمريكية خطاب فاتر ضد المسلمين في الولايات المتحدة، يعني للدرجة دي بقى في مخاوف من مجرد انه العيد هيعدي جنب ذكرى 11 سبتمبر.